مدرسة الإبراهيمية، وإذا قلنا بتأسيسها لم يكن في هذا المكان، سنة 1870 عند مسجد القزازين بنيت أول هناك حجر منقوش على مسجد القزازين لتأسيس المدرسة. طبعا ما كانش اسمها الإبراهيمية، كانت اسمها الرشدية، المدرسة الرشدية. وكلمة الرشدية هي مرحلة من المراحل في العصر العثماني، يعني المرحلة الابتدائية ثم المرحلة الرشدية والمرحلة الإعدادية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، يعني خمس مراحل. كيف يعني نقسم اليوم مراحل نقول ابتدائي وإعدادي وثانوي؟ كانت هناك خمس مراحل، منها مرحلة اسمها الرشدية، والرشدية يعني قريبة من المتوسطة، قريبة من المتوسطة. المدرسة الإبراهيمية أو الرشدية بنيت أول مكان إلى كان في مكان مسجد القزازين أو بقول بركة القزازين، يعني هذا مسجد القزازين الموجود الآن يقوم على بركة شبيهة ببركة السلطان بالضبط، لكنها أصغر من ذلك. بركة السلطان هي طبعا بنوع العثمانيين طبيعي. بعد ذلك انتقلت من هذا المكان إلى المنطقة اللي حول بركة السلطان لكن في الجهة الغربية، يعني جهة شارع السهلة المغلق الآن اليهود مغلقين، وكانت هون المدرسة، المدرسة اللي هي الرشدية. ثم تحولت يعني لما أصبحت طبعا 1906 بني الطابق الأول من المدرسة الإبراهيمية في الجهة الشرقية، الجهة الموجودة فيها الآن، بس طابق واحد بني كمركز للشرطة العثمانية، مركز للشرطة العثمانية، ولم تبنى كمدرسة. كانت مدرسة ما زالت قائمة في الجهة المقابلة له حدادين، الآن كان في حدادين وسوق خارب الآن وبطلع على شارع السهلة يعني من جهة الشمال. بني الطابق الأول سنة 1906 ليحول سنة 1913 وهي تحول إلى مدرسة وسميت بمدرسة المعارف، مدرسة المعارف، وهذا أول اسم إلى بعد الرشدية. المعارف طبعا أقدم المدارس، المعارف نقل مركز البوليس إلى جهة الحرم، يعني مركز البوليس العثماني طلبوا نقله إلى جهة الحرم الإبراهيمي في الجهة الجنوبية الشرقية. اللهم صل على محمد. سنة 1913 هي مدرسة المعارف لغاية سنة 1923. المدرسة الإبراهيمية احنا كنا كطلاب، سبحان الله في الوقت اللي ما بيكون الإنسان بارغ في أفكار بتجيه وقائع بتطلع في نفسه، فكانت من ضمنها المدرسة الإبراهيمية دائما يعتبرون إياها تهديد عقابي، إذا بتعملك موديك على الإبراهيمية، على البركة كانت هي جنب البركة مباشرة، فكان التهديد إن دائما إذا كان بتسوي شغلة بدك مرحلة تأديبية شيكت على البركة، كانت الإبراهيمية بحدها البركة. كانت هي تعتبر المدرسة الأدبية، كان في الخليل مدرستين فقط ثانويات، مدرسة الحسين تعتبر فرع العلمي، المدرسة الإبراهيمية الفرع الأدبي. فكنا فيها أذكر كويس فيها حاجات، أولاً أدعي بالرحمة لكل مدرسيها، مدرسيها كانوا من الأفذاذ في كل شيء، الأستاذ كان عندك في المدرسة شيء مش طبيعي، إذا بدك الصديق تلاقيه، وإذا بدك المدرس تلاقيه، وإذا بدك إياه الأخ تلاقيه، وإذا ممكن يكون كبير في العمر بدك إياه أب تلاقيه. كان نظامها غريب جدا، بحيث إنه الصبح في خلال خمس دقائق ما يكونش ولا طالب برا، وفي الترويح لما يروحوا الطلاب في خلال خمس دقائق ما تلاقيش ولا طالب في المدرسة. بعدين الإشي الغريب فيها كانوا طلابها من جميع قرى الخليل، لأنه ما كان في هداك الوقت مدارس ثانوية في قرى الخليل إلا حسب ذاكرتي بس في حلحول فقط اللي كان فيها مدرسة ثانوية. السمع ما كانش فيها، الظهرية ما كانش فيها، خرب دورة ودورة برضه ما كان فيها الثانوية. فكان أنا بذكر كان من الطلاب اللي معاي، كان معي طلاب من الظهرية، طلاب من السموع، وطلاب حتى من شق الدورة، هذول بذكرهم كويس وبذكر عن الأشخاص نفسهم وحتى منهم بذكر أسمائهم. هذا كانوا تقريبا يعني الأشياء اللي قضيناها فيها. فكانت يعني
المدرسة هاي سبحان الله من ضمن الأشياء اللي في ذاكرتي منها مكتبتها. كنا عندنا أستاذ الله يرحمه توفاه الله قبل يمكن سنة ونص أو سنتين، فكان يأخذنا على المكتبة. فكان حقيقة الأستاذ هو رحمة الله عليه يعني كان له مقام، وكان الكتب الموجودة كلها كتب قديمة. فمن ضمن الكتب اللي لحتى الآن كنت أنا في ذاك الوقت منعنا ناخذ الكتاب، وكنت أنا لحتى اللحظة بحاول إني أدور على الكتاب، نسيان شو اسمه، بس كان ورقه خشب بحيث إنه الورقة لو مسكتيها تناتيها تكسر بإيدك. كان الكتاب مؤلف من جزئين، جزء بالخليل والجزء الثاني بمصر. فالأستاذ هذا بيعرف إنه واحد مسافر على مصر، فهداك الوقت بعت وراي يشوفه، لقي إنه هداك عنده الجزء الثاني والإبراهيمية عنده الجزء الأول. لا الإبراهيمية أعطته الجزء الأول، ولا هم أعطوه الجزء الثاني يجيبوه على الإبراهيمية. فكان كتاب بيحكي عن تاريخ الخليل خاصة. فهذا فكان عندنا الكتب فيها من أندر أنواع الكتب، خلينا أقول حتى كان فيها شبه مخطوطات في المدرسة. مكتبة المدرسة كانت شغلة غريبة جدا. أولا طريقة بناء المدرسة كان بتنم على هندسة عالية، بحيث إنه اللي أنا بتذكره ما كان فيها عمدان في وسطها. هذه واحدة. تنتين طريقة عمل الصورة، أنا عندي فكرة شوية في البناء، كان نسميه هذا جسر مدلة، فكان فيها مجموعة كبيرة من هذه الجسور هي اللي حاملة العائد تبعها، فهذا كان شيء من يعني فخامة الهندسة تاعتها. هذه واحدة. تنتين المكتبة كانت بالذات غرفة المكتبة كبيرة، وفيها مجموعة كبيرة من الطاولات والكراسي، بحيث انه تاخذ الصف كامل، ومعدل الصف كان مش 20 25 طالب، كنا لا يقل عن 40 طالب. انا كنت من الفرع الادبي ونقلت الى المدرسة الإبراهيمية سنة 74 75. كنت طبعا يوميا من وادي التفاح عين عرب الى المدرسه الابراهيميه. ما كانش في مواصلات زي الان، كانت مواصلات صعبه، فاللي ربنا انعم علينا اكثر شيء يكون له دراجه هوائيه. ف يعني انا كنت الاولاد يقولوا عني مبسوط، يعني كوني اني املك دراجه هوائيه وابي جاب لي اياها كوني كنت مجتهد. فبالتالي يعني كنت اذهب الى المدرسه بالدراجه الهوائيه، سواء كنت امشي في فتره واركب الدراجه فتره، لكن كانت متعه المرور عبر شارع الشهداء، اللي هو شارع يعني تبدا من باب الزاويه ثم جهه المقابر والحسبه اللي هو شارع الشهداء حتى الوصول الى المدرسه الابراهيميه. كان الملعب هذا ملعب كبير، الملعب موجود، اليهود استولوا عليه واصبح مكان او مستقر. طبعا بعد ما ربما بعد الثمانينات أو 85 صار مركز للجيش، سيارات مستوطنين سياح، وبالتالي بطلنا نلعب فيه، صرنا نلعب في الملعب الصغير اللي هو داخل المدرسة. البناء الهندسي يعني لم يتغير، لأنه لم يضاف عليه أي شيء، ما حصلش إضافات. كل ما هنالك أنه يعني الملعب الداخلي يعني حصلت عليه يعني في الفترة اللي كنت فيها احنا، يعني زفتنا المداخل، رتبنا ترتيب جديد إلى آخره. بس لما كنا طلاب كان في عندنا ملعب شبيه بملعب الحسين، الملعب الخارجي